من القاهرة تحية رائعة لكل المشاهدين. شاب وسيم حسن المظهر يمتلك الشقة، لديه وظيفة محترمة، وربما تكون لديه سيارة. باختصار مستقبله مضمون، لكنه قرر بمحض إرادته أن يضرب عن الزواج. فتاة جميلة صغيرة السن تتمتع بالثقافة والأخلاق والسمعة الطيبة. يقف العرسان على بابها طوابير، لكنها تصرخ في وجه الأهل قائلة مش عاوزة أتجوز. ظاهرة مخيفة وغريبة على مجتمعاتنا الشرقية. سمعنا كتير عن تأخر سن الجواز والمغالاة في تكاليف الأفراح، لكن دي أول مرة نسمع عن شباب زي الورد كامل من مجاميعه، القطر ما فاتوش لسه وكل الطرق ممهدة أمامه عشان يكمل نص دينه، لكنه يرفع راية العصيان. إيه اللي خلى الجيل الجديد أو بعضهم بيكفر بعش الزوجية؟ إيه اللي خلى بناتنا يقولوا يقطع الجواز واللي عايزين يتجوزوه؟ إيه اللي خلى شبابنا كل ما تجيب له سيرة الخطوبة وتكوين الأسرة والاستقرار يرفع شعار بلا وجع دماغ؟ هل مضى عهد تقديس الزواج واعتباره منتهى الأمل وحلم العمر كله؟ هل ارتفاع نسب الطلاق في مصر وخاصة بين الشباب هو السبب المباشر لهذه الظاهرة؟ أم أن كثرة المشاكل التي يعاني منها المتزوجين، هل ده هو رد الفعل الطبيعي لظاهرة تانية هي التلهف على الجواز هربا من شبح العنوسة؟ لماذا قرر البعض حمل لقب عانس بمزاجي رغم أنف الجميع؟ بعد شوية عندنا حلقة مثيرة عن ظاهرة اجتماعية جديدة هنسمع فيها لشباب من الجنسين قرروا الإضراب عن الجواز. ليه؟ استفهامات كتير وتفاصيل بعد شوية.